صباح الخير لكل مشاهدينا يلي انضموا لنا اليوم التنين بخمس شباط 2018 بداية الأسبوع. طبعا دايما بتحمل هم أكثر من غير أيام. بحب أقول أنه في شغلة يمكن ما كتير مننتبه لها يلي هي قدي قدرة تحمل كل إنسان. ونحن كتير من الأوقات منحمل حالنا منحمل أولادنا أيضا أشياء أكثر من طاقتهم، حتى يمكن أوقات بالأكل أنه كل بعد يعني فيك تضل بعد هيدا حلو أكثر هيدا مالح أكثر. هالأمور هاي من نبدأ من الأشياء الجسدية للأشياء المعنوية للأشياء الفكرية بتأثر كتير على الإنسان ونتيجها مش دايما مهضومة، يعني خصوصا لما بيكون في تعب زيادة. اليوم عم بحكي عن هالموضوع لأنه نحن ببداية الأسبوع، بداية أسبوع دراسة وبفترة كمان امتحانات دراسية، فخلينا شوي نسمع أولادنا إن كانوا صغار أو مراهقين أو حتى بالجامعات أنه لما بيقولوا خلاص معناتها عن جد خلاص، وهالتعب هيدا يلي منحملهم إياه إذا ما كان في شوية بريك بين درس ودرس أو بين أكتيفيتي وأكتيفيتي ممكن يأثر لبعدين، ممكن يمرضوا أكتر، ممكن يعصبوا أكتر، ممكن يصيروا داون أكتر. فمعليش إذا ارتاحوا شوي، الدنيا منا كلها درس ومنا كلها نشاطات، الدنيا أنه يكون الإنسان مرتاح مع حاله مرتاح مع غيره وبالمجتمع وما يحمل هالضغط ويوصل لمحل ما بدنا كلنا نوصل له. بونجور ستيفاني. 100% بونجورين. كيفو جاك؟ منيح. كيفو بهالفصاق؟ ولا يعني عن جد ستيفاني إن كان بالمدارس ولا الأهل إنه عم بيعملوا كتير ضغط بهالموضوع بالذات، يعني من زمان كانوا يدرسوا تحت السنديني وطلع منه النوابغ. والمدارس أوقات يعني يكون عندهم فحص بيعطوهم درس جديد للفحص، يعني كمان ما عم بيهتموا بهالتلميذ يعني عم بيضغطوا عليهم بزيادة بقى. على كل حال بلا ما نفوت بهالموضوع ستيفاني قد منه متشعب وقد منه صاير معقد موضوع التربية إن شاء الله، وعم ينشغل أكيد اليوم في إضرابات كمان مشان هيك ما كان في عجقة سير صح بقى إن شاء الله هيك كل المواضيع للعلاقة بالتربية إن كانت بالمناهج أو حتى مع هالمشاكل القانونية اللي عم بتصير بين الأهل المدارس والأساتذة تلاقي حلول. وأهم شيء ما ننسى إنه السنتر هو بالتربية الولد ولد. نحن عم نبني إنسان وبس ولا أكثر ولا أقل. تخبريك شو عنا اليوم مع رندا فهد، بدها تحكي لنا عن المأكولات يلي بتحمي من سرطان الكلاوي، وكمان اليوم بواتس كوكينج عندنا شيف جعد مع وصفه جديده. على كل حال الاكل صار عنده محل كثير كبير بالوقايه من الامراض. ونحن كمان بفاميلي موضوعنا عن المات، خليكم معنا ولا تشوفوا كمان باقي فقراتنا. بريك صغير منتابع مع اب تو ديت. خبرنا الأول خبر سياسي، وطبعاً عن التداعيات يلي صارت من بعد مواقف الوزير جبران باسيل، وتحديداً التداعيات مع حزب الله يلي مستاء جداً من كل هالمواقف يلي صارت. عم نحكي عن مواقف وزير الخارجية من إسرائيل، انتقاداته لسياسة حزب الله بالسر وبالعلن، وإهانته لرئيس مجلس النواب نبيه بري. أكدت مصادر نيابية بارزة بأنه مواقف باسيل الأخيرة من حزب الله عم بتعمق الهوة أكثر وأكثر بين الطرفين، بين التيار الوطني الحر والحزب، وبتأكد بأنه تفاهم مرم خايل بلش يترنح بعد الضربات الموجعة يلي تلقيها من رغم سعي الحزب لا أعطى صورة مختلفة، ولكن الواقعية على الأرض عم تظهر عكس هيدا الشيء. استياء لدى قواعد التيار الوطني أيضا الحر من وقوف حزب الله لجانب حركة أمل بالأزمة الأخيرة. كان جبران باسيل قال بحديث لمجلة ماجازين الفرنسية عن الحزب بالموضوع الداخلي بأنه بيأسف لوجود بعض الاختلافات بالمواضيع الداخلية، وفي قرارات عم يتخذها الحزب بالموضوع الداخلي ما عم تخدم الدولة أبدا، وهالشي عم يجعل لبنان يدفع الثمن. أضاف بأنه بند أساسي هو بناء الدولة بوسيلة التفاهم، وهالشي ما لا يطبق بحجة قضايا سياسية خارجية. خبرية عن مين؟ مين؟ إذا مش ترامب مين؟ وينستين.
طب خلص ما بدي اسمع. قال محامي المنتج السينمائي الأمريكي أنه هارفي واينستين شعر بالصدمة والحزن مما يعتبره ادعاءات زائفة من الممثلة أوما ثيرمان يلي اشتغل معها عن قرب لأكثر من 20 سنة، وجاء ذلك ردا على اتهام ثيرمان لواينستين بالاعتداء عليها جنسيا بأحد فنادق لندن بعد ما اشتغلوا سوا بفيلم بولب فيكشن سنة 1994، وأصبحت ثيرمان من بين أكثر من 70 امرأة اتهمت واينستين بسوء السلوك الجنسي بما في ذلك الاغتصاب. وأكد المحامي بأنه واينستين اعترف بقيامه بتصرف غبي مع ثيرمان قبل 25 سنة وهو نادم على ذلك واعتذر عنه على الفور، وقال أنه اتهامه بمحاولة اعتداء جسدي ادعاءات كاذبة. إذا من أوما ثيرمان أنا بصدق. One of my favorites. رح ننتقل لرئيس أنجب وعمره 69 سنة. قال مكتب رئيس فنلندا سولي نينيستو بأنه الرئيس رئيس هالبلد أصبح أول زعيم للبلاد بيرزق بطفل أثناء وجوده بالسلطة من بعد ما أنجبت زوجته جيني هاوكيو طفل. أضاف البيان بأنه الأم والطفل بخير مثل ما قال الأب يلي كان موجود طبعا أثناء الولادة. وكان نينيستو البالغ 69 سنة وهاوكيو يلي بلغ 40 سنة تزوجوا بسنة 2009، وهيدا أول طفل لإلها وثالث طفل للرئيس. وكان رئيس فنلندا قد فقد زوجته الأولى بحادث سيارة سنة 1995، وأعيد انتخابه الشهر الماضي بفارق كبير لفترة تانية مدتها 6 سنين لأنه سياسي معتدل بتربط علاقات طيبة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. شارك زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون وزوجته بتشغيل تجربة لحافلة بالعاصمة بيونغ يانغ، وكان من اللافت تفقده للحافلة ليلاً لسيما بظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة يلي دفعت الزعيم للقيام بمعظم الأنشطة المحلية بالليل. وجال كيم حول المدينة بمنتصف الليل على متن الحافلة وقال أنه شعر بالراحة أثناء تفقده شخصياً لنوع جديد من حافلات ترولي باس، وقال بأنها مريحة وموثوق بها من حيث الصدمات كما أنه سرعتها جيدة، وأضاف بأنه بيشعر بالارتياح والفخر العظيم لكونها صنعت على أيدي عمال من كوريا. ننتقل لآخر خبر لليوم، التحضيرات للأوسكار اللي نحن كتير ناطرين بفارغ الصبر طبعا. منح مخرجو هوليوود لقب أفضل مخرج لجييرمو ديل تورو عن فيلم The Shape of Water لسنة 2017، وبهذا الشيء بيقترب المخرج المكسيكي وفيلمه من الجوائز السينمائية السنوية الأهم عالميا وهي الأوسكارز. أكيد كتير من المخرجين بيحصدوا جوائز، ولكن اليوم هالفيلم مرشح ل يعني لكثير من الأوسكارات، وبفتكر من أكثر الأفلام يلي مرشحة حاليا عن عدة فئات للجوائز السنة. اختارت أيضا رابطة المخرجين الأمريكيين المخرج جوردن بيل كأفضل مخرج لفيلم روائي للمرة الأولى عن فيلم الرعب غير التقليدي Get Out، المرشح لأربع جوائز أوسكار لهالسنة. رح نشوف سوا صورة اليوم من لبنان، نشيب جبال بس مش عم اقدر اقدر وين. ما هيك مناطقنا وين الطقس غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة 23 درجة اليوم على الساحل، الطقس بياخذ العقل. من لحفة طلعت الصورة. لكن هيدي كانت أخبارنا، نحن رح نتابع بفقراتنا أكيد بآخر الأخبار وآخر الإيفنتس اللي عم بتصير بلبنان، وأيضا مواضيعنا التوعوية التثقيفية منبلشها مع تكنولوجي.